والله يا امنيه ما تتصوريش فرحتي بيكي النهارده قد ايه. ناجحه وطالعه من الاوائل الاولى على المدرسه يا امنيه. بسم الله ما شاء الله عليكي. زي الفاشله اللي ماشيه جنبي طول السنه. ذاكري يا مكه، خليكي جدعه يا مكه. انا هذاكر يا ماما، ليكي بامتحانات اخر السنه بس يا ماما. امتحانات اخر السنه هطلع من الاوائل. طب انا اعمل ايه يا ماما؟ الامتحانات كانت صعبه. صعبه ثلاث ملاحق يا فاشله يا جهله يا ام. ثلاث ملاحق ده انا هذلك يا مكه، هذلك يا مكه على اللي انت عملتيه فيا النهارده. اقسم بالله بعد كده هتسيقي العماره كلها، هتلم الزباله. انت امنيه هتقعد برنسيسه تحط رجليها على رجلي كده، وكل اللي هي عايزاه انت هتعمله. ليه يا ماما؟ عشان انت ام ملحق طول السنه. اقول لك ذاكري ذاكري ذاكري. والعصير ده جايبه الامنيه افخم عصير في السوق. اللي عامل العصير ده كله وزعه على سكان العماره واحد بواحد وعلى البوابين اللي رايح واللي جاي. واي حد يسالني اقول له باركوا الامنيه عشان نجحت، واقول لهم باركوا المكه ام ثلاث ملاحق. يا فاشله يا سقطه يا ام ثلاث ملاحق، روحي لمي الزباله يا بت، روحي لمي الزباله. ولا اقول لك روحي هاتي لي حله ميه عشان اعمل العصير لامنيه. روحي يلا. حاضر. مش هشربك من العصير يا بت. النبي انت شاطره وجميله. مش انا وعدتك يا ماما ان انا اقفل الامتحان واطلع الاولى؟ والله انت احلى بنت في الدنيا، والله لا اقعدك برنسيسه يا امنيه عشان انت تعبتي طول السنه. ربنا يخليك لي يا ماما. ويخليك يا قمر، احلى عصير هيتعمل دلوقتي. كده يا ماما يعني انت هتخليني اكنس السلم لوحدي واسيق السلم لوحدي والم الزباله لوحدي كمان، وكمان هتخلي سكان العماره يقولوا لي يا ام ثلاث ملاحق. ماشي يا ماما، بس انا هملالك ميه من ميه الصرف عشان سكان العماره كلهم لما يجوا يشربوا من عندك عصير ايه يجي لهم مغص ويقولوا لكم شو من هنا. وانا كده بقى استريح ولا لم زباله ولا سيق ولا اعمل اي حاجه. انا كده هبقى مبسوطه. خلي امنيه تنفعك بقى. خدي يا ماما الميه اهي. هاتي يا ام ثلاث ملاحق يا فاشله. اوف يا فاشله، شوفي انا بعمل عصير اختك. عايزاكي تفضلي تقولها مبروك يا امنيه، مبروك يا امنيه، مبروك يا امنيه. الناجح يرفع ايده، هي الناجح يرفع ايده، هي الناجح يرفع ايده، هي الناجح يرفع ايده، هي. احلى عصير لاحلى امنيه. شم ريحته يا امنيه؟ يا ماما ريحته جميله قوي. شم ريحته يا فاشله يا سقطه؟ شم يا ماما. ماشي يا فاشله. الفاشل يرفع ايده، فاشل يرفع ايدك. احلى عصير لاحلى امنيه. يلا يا ترى مين اول ساكن هيشرب معانا؟ احلى عصير لاحلى امنيه. اشربي يا امنيه عصير نجاحك يا حبيبه قلبي. ايه يا ام امنيه عامله ايه؟ ازيك يا ام مكه عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الحاجات الحلوه دي؟ عايزاكي تباركي الامنيه. ليه عملت ايه؟ طلعت من الاوائل. جدع يا امنيه. على المدرسه. الف مبروك يا حبيبتي. وكمان تباركي المكه. ليه في ايه يا كمان؟ طلعت بثلاث ملاحق. ثلاث ملاحق؟ ثلاث ملاحق يا مكه. ان شاء الله السنه الجايه هتجيبي ملحقين بس. ما هو ده اللي انا متوقعاه، اصل السنه اللي فاتت اربعه والسنه دي ثلاثه، السنه الجايه اتنين ان شاء الله. لحد في يوم مش هتجيبي ملاحق خالص. نفسي اشوف اليوم ده والله. هيجي ان شاء الله السنه الجايه، لا اللي بعديها. عارفه يا ام مكه طول السنه اقول لها ذاكري يا بنتي ذاكري يا بنتي، تقول لي ماليش دعوه اخر السنه شوفيني، اخر السنه شوفيني هعمل ايه. بصي بقى يا ام مكه ده عصير نجاح امنيه. مش تسلم ايدك. ربنا يخليكي. اشربي يا امنيه اشربي العصير بتاعك. الله حلو قوي. تسلم ايدك حلو قوي. انت اللي عاملاه ولا امنيه بقى؟ احنا الاثنين. حلو قوي، عجبني قوي بصراحه بجد. والله بصي بقى يا امنيه، علشان انت نجحتي اتفضلي يا حبيبتي الف مبروك.
ربنا يخليكي. وبنتك عملت ايه؟ طلعت من الاوائل هي كمان. بسم الله ما شاء الله. خليها تنزل تشرب عصير بقى. حاضر. المفروض يا مكه اديكي انت كمان 100 جنيه، بس انت ما نجحتيش وانا ما بشجعكيش على الغلط. لما تنجحي ان شاء الله هبقى اديكي 100 جنيه. الف مبروك يا امنيه. الله يبارك فيك. ومطلت ملاحق. تسلم ايدك على العصير والله. ربنا يخليكي. تسلم. شكرا. ان شاء الله بعمل لك 3 حلل عصير كده. 3 على 3 ملاحق، كل ملحق بحلة عصير. تمام؟ واشربي يا امنية. انتي مش عايزة تشربي. خلاص يا ماما، حرام يا ماما. تستاهل ولا ما تستاهلش؟ تستاهل ولا ما تستاهلش؟ تستاهل، بس كفاية كده. خليها واقفة كده، خليكي مذلولة. يا ماما. نعم. اطلع اكنس السلم والم الزبالة؟ لا يا ام 3 ملاحق، مش هتطلعي، هتفضلي واقفة عشان تسمعي تهزئي نفسك. ليه كده يا ماما؟ كده عشان انتي مهزقه، عشان اقعد طول السنه اقول لك ذاكري ذاكري وانبح في صوتي. يا ماما الشنطه اتقطعت، خدي شنطه جديده يا مكه. يا ماما الجزمه اتقطعت، خدي جزمه جديده يا مكه. ماما عايزه كراسه جديده، خدي كراسه جديده يا مكه. نبحتي صوتي، اسمعي تهزيق بنفسك، خليكي واقفه. يا ام 3 ملاحق، يا ام 3 ملاحق. عم محمود، عم محمود يا كيمو. يا ام امنيه، عامله ايه؟ ما تبارك يا امنيه. ايه ده، انت اشتغلت وبتبيع الحاجات دي ولا ايه؟ لا ده عصير عشان بنتي امنيه طلعت من الاوائل. مبروك يا امنيه. الله يكفي. لا وكمان تبارك لي مكه. ليه؟ طلعت ب3 ملاحق. مبروك يا مكه. وانت بقى في مفاجاه. ايه؟ باكل الكيمو. ايه نجحت؟ 2. شكلكوا اخوات والله. يا خد اشرب. والله العظيم ما انت شارب. وسع ايدك يا ليه يا بابا. والله ما انت شارب. اصل ده شربات الناجح بس. حلو يا عم محمود. اه جميل قوي. صغيرين. وربنا ما انت شارب حاجه. خدوا تشرب الاثنين لوحدك. لو قلت لك لو انت كنت نجحت كنت عندك تشرب. والله ما انت شارب. اقعد ساكت. السنه الجايه انجح. السنه الجايه. اما تنجح ابقى اديك. هي ممنية بعيدة ولا ما هي جنبنا ايه؟ روح جيب حد. خليك واقف زي مكة كده. والنبي ما عندكش كلمة تقولها لمكة؟ مكة؟ اه. يا مكة انت ان شاء الله يا مكة. تطلع سباك قد الدنيا. انت وكيمو تشتغلوا مع بعض. يبقى عندي الدكتورة والسباك. بس طعمه جميل قوي بتاع ده. بس هي ريحته غريبه قوي ليه كده؟ ريحته برتقال. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا ام امنيه، عامله ايه؟ بالله عليك بارك لامنيه. في حاجه ولا ايه؟ نجحت وطلعت من الاوائل على المدرسه. الف 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 مبروك. طلعت الاولى على المدرسه. وبارك لمكه. نجحت برضه؟ لا طلعت ب3 ملاحق. بس انا اقول لك حاجه يا ام امنيه، هو باين من اسلوبها بصراحه. امنيه اسلوبها جميل ومهذب، وكل ما انزل الاقيها ماسكه الكتاب وبتذاكر. والله نبح صوتي دي. ذاكري ذاكري. امنيه 100 جنيه ديت بتليك انت يا امنيه. شكرا يا استاذ احمد. والصلاة العصير ده حلاوه نجاح امنيه. استاذ احمد في مطالع الثاني على المدرسه. مبروك. ياسر بملحقين. اقف جنب مكه هناك. بس ريحته غريبه قوي ده ليه كده؟ يا عم محمود انت مش عايز. الله الله يا ام امنيه، تسلم ايدك. يبقى حبه ام امنيه. وربنا ما انت وديتي يا فاشل يا ساقط. انت وهي ما تاخدوش. شكرا يا ام امنيه. ده بس سلام يا مكه، السنه الجايه تنجح ان شاء الله وتجيبي 5 ملاحق. ماشي يا ام امنيه، السلام عليكم. عياطي عياطي عياطي. يا بنتي جبتي لنفسك التهزيق يا بنتي. يا بنتي يا ام 3 ملاحق، يا لهوي. اقعدي يا امنيه. أما أنا جاتلي فكرة حلوة أوي يا كيمو. إيه يا بابا؟ أنت خلاص نجحت. نجحت إزاي؟ هنجيبوا إزاز الشربات ونقعدوا قدام العمارة ونقول أنت نجحت وطرحت الأول على المدرسة عشان كل اللي طالع والنازل يدينا الحلاوة ياخدوا 100 جنيه. سقطت يا بابا. سقطت يالا، ما تقولش الكلمة ديت يالا. أنت نجحت خلاص. عاوزين لي مفروض زي أم أمنية. طب ما أنت قلت قدام أم أمنية اللي أنا سقطت. يا عم هي بعيدة عننا. تعال يلا شوف ده الشربات. انا كيمو. انا يلا يابا. ايوه انا كيمو في العالم. ابو بطه. ايه يا ام امنيه؟ والنبي لا تبارك يا امنيه. في حاجه ولا ايه؟ طلعت الاولى على
مدرسة. بسم الله ما شاء الله، ألف مبروك يا أمنية. وتبارك لي مكة كمان. ألف مبروك يا مكة. طلعت الأولى برضه؟ ثلاث ملاحق. ثلاث ملاحق؟ أيوة. ليه كده يا مكة؟ أنت ما رحتيش الامتحان ولا إيه؟ أنا عارفة. تقعد تقول لي مذاكرة طول السنة وفي الآخر تروح طلع لي ثلاث ملاحق. البطة طلعت الأولى برضه. بسم الله ما شاء الله. داخلة سنة خمسة. اتفضلوا بقى عصير نجاح أمنية. وفشل مكة. سكة يا بطوطة. لا السنة جت عوضيها يا مكة إن شاء الله. كل سنة بنقوله. هو العصير ده طعمه غريب ليه كده؟ ماله يا استاذ محمد؟ طعمه غريب كده. ده انا عاملاه بايدي ما تخافش، كل حاجه نظيفه فيه. حتى ريحته غريبه، شميه كده؟ مش عارفه، بس هو تمام ما فيهوش اي حاجه. انا عارف انت نظيفه والله. خدي يا أمنية. شكرا. خد يا مك، السنه جايه تعوضيها ان شاء الله. لا والله ابدا ما يحصل يا استاذ محمد، خد فلوسك زي بيت. خد لا ما تشجعهاش على الغلط، تشجعها على السقوط ينفع برضو. في ايه يا ماما وفيها ايه برضو؟ يشجعك عشان انتي ساقطه ينفع؟ سقطي لي بقى كل سنه ان شاء الله، ده انت هتتعاقبي احسن عقاب. مامتك عندها حق. ذاكري يا مك. مبروك يا بطه. الله يبارك فيكي. شكرا جدا. مش عايزين اي حاجه؟ لا شكرا. مبروك يا امنيه. الله يبارك فيك. امنيه ايه ماما؟ انا العصير ده شماله ريحه مش حلوه، ما اعرفش ليه. وبعدين مش عارفه ليه حاسه ان بطني بدات. يا ماما انا حاسه بطني اتقفت مره واحده، ما اعرفش. حاسه يا ماما اكيد ما فيهوش حاجه، اكيد ما فيهوش حاجه يعني. احسن يا بابا. ساكت يلا يا ماما. يا امنية. ايه يا عم محمود، انت حاطه حاجه في البتاع ده؟ ده بايظ ولا ايه؟ والله نظيفه يا عم محمود، عاملها بايدي والله. ما اكلتش حاجه اصلا وشربت وبطني وجعتني وقلبت. انا بطني وجعاني قوي. يلا يا ام امنيه. ايوه يا ام بطه، انا بطني وجعتني قوي. ما شربتش العصير ده من عندك؟ مش عارفه والله. انا عاملاه نظيفه مفيش حاجه. يا ام امنيه على فكره العصير ده نظيف. يا ام العصير ده وانا كمان. العصير ده نظيف. مسك الصلاحيه لسه حتى. والله جايبه انضف ليه. اروح اكشف. بطني بتتقطع يا بابا. تعالي يا ماما. طب ما انتي تشربي. يا مامي والله مامي بطني وجعاني يا مامي. اروح اكشف. على المستشفى. على المستشفى احسن يا ماما. ابدا بابا انا مش شايفني. انت عمالين تغزوني وتشربوا وتقولي لي ما انت شاربه عشان انت جايبه ثلاث ملاحق. احسن يا لو العصير ده طلع فيه حاجه والله العظيم لمشيك من العماره. ودوني المستشفى. شفت شفت اشتغل يا بابا. انا رايحه المستشفى بطني وجعاني. عملت لنا العظيم امنيه بس.